واجب داروين. ما الذي سألصقه الآن؟ يبدو أنني ألتصق بهذه المدرسة يوما بعد يوم. والآن أصبحت متعلقا بنفسي. اسمع جو، سنزيل الضماد عن وجهك، وأريد تنبيهك بأننا فعلنا كل ما نستطيع لمساعدتك. تمام، شكراً. لقد وجدنا عبوة صمغ ملتصقة ب... المهم عليك أن تكون حذراً بعد اليوم، فالعبوة كانت مثقبة. تكون مثقبة عندما أخذها جامبل. يكفي. أفهم وضع الصمغ، ولكن لما الأوراق اللامعة؟ وضع الحلق على جمجمة لا يجعلها جميلة. كنت محقاً، لما دخمنا حكاية عد القلم؟ أرجوك أعصابك، اسمع، أين الحب؟ هذا لتخريب واجبي، وهذا للأوراق اللامعة. فجرها وخلصنا. أوه، انظر، قلم لم يعضه أحد. لديك اقتراحات؟ يرجى الانتباه على جامبل ودارون واترسون، التوجه إلى مكتب السيد سمول، شكراً. أكبر خلافات العالم تحلها ثلاث أدوات: المرآة لأنها تذكرك بأن عدوك يشبهك، ولكن من وجهة نظر أخرى، الماء لأنه يذكرك بشيء مشترك مع عدوك، والساعة لكي تنتبه جيدا إلى وقت الوصول إلى حل. سأقشر جلدك مثل الموت. لدي أداة واحدة لحل الموضوع. أرجوك، القلم، أعطه القلم بسرعة. أنا لم أقم بعض قلمك، ولكن أحضرت لك واحدا جديدا، إنه قلم مهم جدا بالنسبة إلي. ليس قلما غاليا، صحيح؟ إنه أغلى ما أملك. هذا قلم مزموز أبو قشرة، جدي ومؤسس عائلتنا، كان يوقع الأوراق المهمة به عندما وصل إلى هذا البلد. كان قلماً ثميناً جداً، وكان يخبئه من الأعداء لأشهر تحت قشرته الصفراء. إذا عضه أحد سأموت من الضحك. المهم، أرجوك اقبل هدية النفيسة هذه، ولنعد أصدقاء كما كنا. علينا الوصول إلى خزانته قبل أن يرى ما فعلنا بها. شكراً، علينا الذهاب. لحظة، شكراً لهذا الحل الحضري. بنانا جو، تفضل، علي تحضير تقريري عن الموضوع للشباب. جامبل، اسم ظريف، كم لام في اسمك يا صغيري؟ لامان اثنتان. آسف، وضعت واحدة. طيب، لما لم تضف لاما في النهاية؟ هذا صحيح، العتب على العمر. سأكتبها مجددا، لحظة، ستبدو أجمل إن طبعتها. خلصنا. اطبعها أرجوك. سأطبعها. طبعا، يا للغبار. لا أعرف تشغيلها. أرجوك، دعنا نذهب. طيب، تبدوان غاضبين يا حلوين، جربا خلطة شاي الأعشاب، إنه يرخي الأعصاب تماما. سيد سمول، هيا. صحيح، هيا.